أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. هل يجوز أن تخرج المرأة لمناسبة ما وتضع بعض الزينة على وجهها مع التزامها بالحجاب الشرعي؟ كيف؟ يقول هل تقول أو يقول هل تجوز هل يجوز أن تخرج المرأة لمناسبة ما وأن تضع بعض الزينة على وجهها مع التزامها بالحجاب الشرعي تكون متغطية؟ لا بد أن تكون متحجبة ساترة لوجهها أمام الجانب.